واحد من اسبانيا بعت لي وقال لي تعال عايز افسحك في بلد الاغنياء، البلد اللي فيها الحياه فخمه ومختلفه عن اي مكان، وهتعيش تجربه جامده. اول ما نعمل ايه؟ انا في مطار القاهره قررت قرار، خدت شنطتي وقررت ان انا اسافر واكتشف بلد الاغنياء. اهلا بكم في ماربيلا. ليه ماربيلا هي بلد الاغنياء او مدينه الاغنياء؟ احنا هنا في جولدن مايل، احلى حته في اسبانيا. ماربيلا او زي ما بيقولوا عليها بالسبانيش مارفيلا هي بلد الاغنياء، لان هي حرفيا 300 يوم في السنه الشمس فيها ظبط، الجو جميل وعندك البحر عندك كل حاجه، الجو فيها حلو جدا طول السنه، ما بيجيش عندهم الشتاء غير شهر واحد وبيجي حاجات بسيطه جدا. ومن هنا اعتقد يعني ان البلد عرف ان هم يماركتوا لنفسهم كويس ويوروا العالم ان البلد دي فيها كل حاجه، فيها بحر وفيها جولف وكل الرياضات اللي انت عايزها وفيها جبال، فيها الطبيعه حلوه جدا والبلد الجو بتاعها طول السنه حلو. فمن هنا الناس بدات تيجي تشتري بيوت في ماربيلا، وماربيلا بقت مكان للاغنياء. البيوت غاليه جدا، في فيلل قويه جدا، الناس بقت تيجي من انجلترا ومن اوروبا ومن البلاد العربيه، الناس اللي معاها فلوس جامده قوي وعايزه تشتري مكان تتبسط فيه، سواء يقعدوا فيه طول السنه او يجوا بس يتبسطوا فيه في وقت الاجازه بتاعهم. انا هنا مع كريم اوريكو بلدي اسبانيا. ميجيل ازاي يا كريم؟ ايه الاخبار؟ كله تمام. ميجيل بعت لي رساله كده غريبه، تعالى عايزك تيجي اسبانيا، عايزك تيجي ماربيلا، عايزك تيجي كوردوبا، عايز افرجك على مدينتي. ما فهمتش برضو ايه. طب ما تعالى نتكلم. المهم اتكلمنا زوم، لقيته بيتكلم عربي. ها هي أكلة البايية. البايية واحدة من أشهر الأكلات في أسبانيا. بايية جاية من بقايا، كلمة عربية، بقايا يعني بقايا الأكل، فهي عبارة عن رز وجمبري على جندوفلي على مش عارف إيه. الرز بقى زي ما انتم شايفين كده سايح، رز وبطاطس وخضار وسمك وجمبري. طعمها جامد. استمتع؟ جامد جامد. طبعا عشان ماربيلا مدينة بحرية فهنا عندهم السيفود على بو. احنا دلوقتي في بورتو مانوس، واحد من افخم الميناء اللي موجوده في العالم، موجوده هنا في اسبانيا. مدينه فخمه لازما ميناء فخم، فيها محلات غاليه جدا وفيها اكبر البراندات موجوده عندهم هنا في الميناء. فالنتينو، دي سكوير، لوي فيتون، دولتشي غابانا، مايكل كوز، جوتسي. ميجيل قول لي، هنشتري حاجه من لوي فيتون؟ انا مختخت بنطلون. محتاج بنطلون؟ طب يلا يلا. بكام بقى كريت؟ 500 يورو. 500 يورو؟ ايوه، فور ا بيرفيوم. هنا بقى الاصل يا جدعان، 500 يورو للبيرفيوم كريت. هديه ليا. شكرا شكرا حبيبي. نمر دبي، اخونا من دبي جاي بعربيته على طول، راجل ما خدش طياره، لا قال لك هاجي بالعربيه. طبعا المينا مش هيخلو من المطاعم، زي ما انتم شايفين كده مطعم جامد قوي قوي قوي، وجنبك اليخوت، روقان اخر روقان. عشت في مصر بقى قد ايه؟ تقريبا 3 سنين. ايه اللي وداك مصر؟ مصر جميل جميل. كنت عايش في مصر، قررت اروح هناك وسافرت للقاهره، وكنت عايش في الزمالك. اتعلمت عربي؟ اتعلمت عربي في الشارع. في الشارع عشان بتكلم مع مثلا ولا مع باركه يوبر من الزمالك للمعادي، انا كنت بتكلم طول الوقت مع زواج. كمان في النادي، انا كنت بروح لنادي الجزيره. طيب ميجيل جايبنا هنا لصديقه صاحب اليخت ده، يدينا جوله في اليخت. المفروض ان اليخت ده بيتاجر باليوم يومين ثلاثه حسب بقى البادجت بتاعك، هتعرف تدفع ولا لا. خلينا ناخد جوله جوه. نايس تو ميت يو كم اون ويلكم اون بورد. ده اول ما تخش ده الصالون، ليفنج اريا، يا ليفنج روم، تي في، تاول، هنا عندك زي دايننج روم، ميتنج، وات ايفر يو وانت تو دو، تقعد تتغدى على المركب. وده حلوه، ما تخيلتش ان في مطبخ بالشكل ده جوه مركب. صراحه اول مره اشوف حاجه بهذه الفخامه. We've been here now since March this year and we've been doing charters and events. You can have as long as you want, days, weeks. You can go on a tour, you know, on a crew. هخش بقى على غرف النوم. عندك هنا ثلاث سراير، واحد اثنين، وده كمان بينزل يبقى سرير. وعندك هنا تي في كاسيت جامد. عندك هنا الحمام، وهنا في شاور. دي بقى الغرفه الفي اي بي. انت خلاص شفت كل حاجه في المركب؟ لا، خد بقى دي في اي بي روم، انت هتنام هنا وتنسى ان انت اصلا في المركب. في دواليب، كل حاجه، اي حاجه تتخيلها في غرفه النوم موجوده هنا. زي ما انتم شايفين كده، ايه، باث روم انضف من اي حمام شفته في فندق. اللوكسري اكسبيرينس. هاو ماتش از ذا رنت فور ا داي؟ اتس اراوند اباوت 10000 يوروز انكلودينج ذا اي بي اي، بس ذاتس اول انكلوسيف فور 12 بيبل. ذاتس ايتش داي. ايتش داي، بس ذاتس اول ان وذ ذا كرو، يو نو، ذا ذا فود، ذا درينكس، ذا لوت. سو وي تيك ات تو ذا ماستر بيد. ذات نوت ذا ماستر بيد. ناو ذس از ذا في اي بي، وي جوينج تو ذا ماستر بيد. اوه، لو بتفتكر انت شفت حاجه جامده، لا في اجمد. اوبا،
بص الجمال ده سرير مريح خلاص بقى ميجيل هيقعد هنا ما سلامة يا كريم انا هقعد هنا وفي بقى حمام اوه بص بقى فكر نفسك شفت كفايه لا ما شفتش كفايه جاكوزي جوه المركب جاكوزي جوه الحمام اللي جوه المركب كلها بتعلق على بعض عليت لا عليت تاني how much did you pay for that yeah it's about $1 million yeah but now if you want to buy this boat new now it's $10 million do you think it's worth an investment well it's certainly an investment but the cost of it maintaining it is very very high and that's what keeps it in good condition and makes it look like it's still like a new boat do you get people renting it for a few days yes yeah go on a cruise from mini cruise over to Morocco Malaga Gibraltar do you do a discount on long trips yes there's always a deal you get 50% off if you come from this video هنا بقى الدور الثاني وعندك هنا your own jet ski عشان انت هتأجر مركب زي دي تطلع بالجيت سكي بتاعك وتعيش بقى في الميه انا هقعد هنا خلاص احب الحاجات دي هتشتري هتشتري البوت ده هشتري هما الاوفر he will do it for you for 5 minutes هفكر فكر ترجع تاني تعيش في مصر ممكن انا وحشتني وحشتك مصر كتير ايه اكتر حاجه وحشتك في مصر انا بقول للناس كمان الاكل اي حد في اي مكان اساله عن مصر اول حاجه يقولها هي ان الناس في مصر قالوا لما في لطيفه استمتع بحر الاحمر طبعا الكهرو ساحل لف مصر راح كل حته رحت اسوان اسوان ايوه دهب مرسى علم كمان سيوه سيوه كمان راح اماكن المصريين ما راحوهاش انا نص اسباني نص مصري نص اسباني نص مصري كله جاهز عشان نلعب جولف هنروح لجوادالمينا واحد من الأقصى ملعب في ماربيلا إن شاء الله هنستمتع كتير زي ما انتم شايفين كده أنا لابس وجاهز للجولف هو ده اللي ملبسني قال لي هزبطك هخليك لاعب جولف عالمي زي ما انتم شايفين كده لبستي طقم الجولف ودي كمان براند جولف معلومة مهمة قالها لي ميجال ان 70% من اهل المدينة دي بيلعبوا جولف يعني دي الرياضة المنتشرة كله بيلعب جولف وكله بيلعب تنس يقول لك برضو ان المدينة فيها اكتر ملاعب جولف في اسبانيا بالك قد ايه بتلعب جولف انا بلا من زيتا سينين انا كنت بلعب في انجلترا بعد كده انا لعب في مصر في القاهره دلوقتي انا بلعب في ماربيلا بقالك كتير ما بتلعبش مش كتير ممكن مره في الشهر وحاجه زي كده اصل مستواك ده ضايع لا كفايه كفايه انا كسبت بطوله احنا دلوقتي جينا واحد من اشهر المطاعم الموجوده عندهم هنا واخد 3 ميشلان ستار ميشلان ستار ده حوار المطاعم اللي عندها ميشلان ستار بتبقى مطعم متميز الشيف بتاعه عالمي بيعملوا حاجات معينه بستاندرد معينه بكواليتي معينه جينا كده نستمتع بالليله ونجرب اللحمه بتاعتهم والبرجرز حتى كمان عندهم هنا حاطين اللحمه في فاترينا وقت البرجر بيجيب لك اللحمه بيفرمها قدامك عشان تبقى ايه شايف الحاجه طالعه اصلي سو ذيس از كاليسيان بيف بيكانيا تعال بقى ايه نجرب البرجر برجر صغنن شو غير خالص قطمة واحدة ممكن يكون واحد من اجمل البرجرز اللي كانت في حياتي لو ما كانش اجمدهم هو في حاجات بيعجز الكلام عن وصفها والبرجر ده واحد منهم دي اللحمة لحمة البقر لذيذة يلا نجرب احسن لحمة في ماربيلا في اسبانيا تاني اشهر لعبه بعد كره القدم هي لعبه البادل فجيت انا وميجيل قال لي تعالى نلعب مع اصحابي انا بلعب شويه في مصر على قد نيجي نلعب مع الاسبان بقى نشوف اللعب في ايه هنا خواما خوسيه خوسيه دول الشباب اللي هنلعب معاهم النهارده بادل خلينا نشوف بقى المصري ولا الاسباني انا مصري انا نص مصري انت نص مصري يبقى الفريق المصري ضد الفريق الاسباني هنكسب هنكسب ان شاء الله انا اعتقد اقنع احسن منكم لعبنا 6 جيام الحمد لله الحمد لله ما كسبناش منهم ولا جيم هنحاول نكسب دلوقتي هنحاول نكسب يعني ما شاء الله هو جايب لنا اقل 2 بيلعبوا في اسبانيا واحنا ما فيش بس ده مش مستواه الحقيقي والله انا عندي برد فتعبان ده شكلنا بعد اللعب مش عارف واخدين بالكم ولا ايه بس يعني احنا بنموت ده وضع الواحد بعد اللعب مع الناس دي الناس دي جامده قوي ولا ايه يا ميجال اصحابي هما كويسين جامدين جامدين 100 100 جود جاين جود جاين 100 اكواريوس ده المفروض ان هو مشروب مشهور عندهم هنا بيشربوه بعد لعب البادل فيه صودا وبرتقال المفروض ان هو يعني حاجه تساعدك على الهايدريشن نو صودا ما فيهوش صودا لا عامل زي البرتقال بس هو يعني منعش بينعشك كده ويرجعك للحياه احنا هنا في مزرعه صاحب ميجيل صاحب ميجيل ده مزرعته مزرعه غريبه شويه
المزرعة دي اصلا هم جايبينها هواية مش بيستنفعوا منها، وفيها غزلان ملهاش ولا نهاية ولا عدد. الغزلان دي بترمح وتلهو في الارض، ولكن يوم واحد في السنة بييجوا يجمعوا اصحابهم واهلهم والكلام ده كله اكتر من 100 شخص، كل واحد يجي ببندقية ويبقى ليهم يوم متاح فيه ان هم يصطادوا، كل واحد بيبقى ليه عدد معين عشان طبعا ما يخلوش بالتعداد والكلام ده كله. واه جميل يا كريم، فيك كتير. 100 100. الوقت ده من السنة 20 يوم بالظبط من شهر سبتمبر بتطلع فيه ذكورة الغزلان عشان تتزاوج، وهو ده الوقت اللي هما بيطلعوا يتفرجوا فيه عليهم، لان هما بيبقوا متميزين، القرون بتاعتهم كبيرة، بيعملوا صوت معين اللي انتوا سامعينه ده. هي دي مارفيلا، بلد الاغنياء، فيها احلى البيوت في العالم، وفيها الجو طول السنة صيفي. يا رب يكون عجبكم الفيديو، وانتظر الفيديو الجاي من اسبانيا.